وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية. كما وجه الرئيس السيسي بالعمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. والسيد أحمد فوجوك وزير المالية والفريق أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وأليات التمويل المتاحة في هذا الصدد حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام خاصة في محافظات الصعيد كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء وكذلك مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضض من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة. ناقش الاجتماع كذلك تطور الأعمال بمشروع محطة الضبع للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني، وما تم إنجازه على كافة المستويات هندسيًا وفنيًا وإداريًا. وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشريه، وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقه النوويه كركيزه اساسيه لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وفي اطار تحقيق رؤيه مصر 2030. تضمن الاجتماع ايضا استعراض برامج انشاء البنيه التحتيه الكهربائيه بالمدن الجديده، بما في ذلك محطات المحولات، الى جانب الموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وانفاق كابلات الضغط فائقه الجهد الكهربائي. الى تلك المدن. كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واستعدادات البنيه التحتيه الوطنيه لهذا الربط. وتم كذلك استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص للاستفاده من خبراته الاداريه والفنيه والتكنولوجيه لمواصله النهوض بالخدمه وضمان جوده التشغيل وتحسين معدلات الاداء. كما وجه السيد الرئيس بمواصله جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفه في جميع محافظات الجمهوريه. وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.